بدوار لمدينة بالجماعة القروية أمر زقان، تحرص النساء في إطار جمعية على صباغة الزراب بالمواد الطبيعية، فالألوان الطبيعية تعبر بصدق عن الطبيعة كما ألا ضرر فيها، إذ لا تسبب أمراض الحساسية، وماء المستعمل يمكن أن تسقى به بعد ذلك الأرض والنباتات. مرحبا بكم دوار لمدينت. اختارينا الألوان الطبيعية حيث هي طبيعية كما قلتي نيت، وصحية في نفس الوقت، وبغينا نردو داكشي القديم اللي كانوا جدودنا كيديروا، بغينا نردو حنا، وهادشي اللي ميز الجمعية ديالنا، الجمعية الوحيدة في جماعة أمر زكان وأيدزيم إلى ما قلت لك عفور زازات اللي كدير هادشي. بخلاف الصباغة الكيماوية فإن عملا أكبر تتطلبه الصباغة بالمواد الطبيعية، دون أن ننسى أن بعض الأعشاب المستعملة بعضها رخيص، غير أن البعض الآخر غالي الثمن. كل مادة طبيعية يمكن أن ينتج عنها ثلاثة ألوان، والمزج بين مواد مختلفة ينتج عنه ألوان متعددة. أوراق الزيتون، السواك، الفوة والحناء هي نماذج للمواد المستعملة. لأن قماش سلحرقوم، لأن قماش سلقوات سلقشور الرمان النيلج دايس ناقمة دايس نتكا الحنة دي قرة الكربون دايس ناقمة. كان بيعوا الزراب ديالنا في المعارض، وعندنا في واحد ستيت في الانترنت كان بيعوا فيه، وكان الإقبال في الدول ديال الخارج كأمريكا وفرنسا وحتى في المغرب. ثمن الزرابي يبدأ من سعر 350 درهما. نشاط حرفي استطاعت من خلاله جمعية أفوس غفوس الحصول على عدة جوائز وشواهد تقديرية.